البورصة المصرية تراجع جماعي لمؤشر البورصة في منتصف التعاملات، والأسهم بتفقد 10 مليار جنيه لتخسر 33 مليار جنيه خلال أسبوع. أستاذ وائل النحاس المحلل المالي، برحب بحضرتك وتفسيرك للتراجع. سو تقريبا خلال أسبوع بعد انتشار يوم 6 يناير هناك أحد رجال الأعمال الكبار اللي هم ده وليهم حركه كبيره جدا في استثمارات داخل البورصه المصريه، تم تكويله للنائب العام بتهمه تحريضه على احداث 25 يناير. بالفعل السوق بعدها ابتدى ياخد اتجاه هابط عنيف جدا مع الاسواق العالميه بالكامل. تاني كده استاذ وائل، ده معلومه مهمه، ده خبر مهم، واحد من رجال الاعمال الكبار تم تحويله للنائب العام بتهمه التحريض على اتجاه 25 يناير. 25 يناير بالفعل، اشاعه انتشرت يوم 6 يناير بالفعل. السوق اعقاب هذه دي اشاعه ولا خبر؟ اشاعه ولا لغايه دلوقتي ولا حد راضي ياكده ولا حد راضي ينفيه، يعني احنا دي اشاعه، دي بس دي اشاعه. فين البورصه من تهريب الاشاعه دي؟ كل المتعاملين في السوق يدركوا هذه الاشاعه جيدا. اما النهارده احنا في مرحله، طب ازاي اشاعه يعني ازاي يأكد. تمام استاذ وائل، ازاي اشاعه تطلع والمفروض ان البورصه دي فيها خبراء وفيها خبراء محنكين، يعني مش اي اشاعه تطلع كده الناس تقوم تحصل حاجة تضر بالبورصة المصرية والدنيا مليانة إشاعات؟ صحيح الرجل اللي عملت البورصة روح بورصة هو الميكر أو صانع الألعاب داخل البورصة المصرية، سواء في تحركه بالبيع أو تحركه في الشراء أو أي حدث ممكن هو يتعرض له، ممكن البورصة تتعرض لأزمة سواء بالهبوط أو الانخفاض الحاد اللي احنا شفناه ده كله. فبالتالي الإشاعة دي سيطرت على الحالة بالنسبة للمتعاملين، واتجه المؤشر نحو الانخفاض في الاسبوع ده كله. بنتكلم ان برضه اداره البورصه طيب ماشي ماشي. طيب بالنسبه لاسعار النفط، اسعار النفط احنا هنا في مصر كبورصه المفروض يحصل عندي ارتفاعات، لان يعني ده بيخفف لي على الاقل الدعم اللي احنا بنتكلفه نتيجه ارتفاع الاسعار، يعني ممكن يوفر لي في المواجهه بتاعتي قرابه ال 20 مليار جنيه مبدئيا حتى دلوقتي او حتى الاسعار دي. انما بالنسبه لموضوع انخفاض اسعار النفط العالميه، اعتقد منطقه 28 دولار دي منطقه دعم قويه جدا هيرتد عندها، زي ما بيوت الخبره في بيوت بتقول 20 دولار وفي بيوت بتقول والله ان احنا نوصل 45 دولار. انا مترجح نوصل لمنطقه 28 دولار وهيبتدي ارتداد من المنطقه دي ونوصل ممكن لاخر السنه ل 40 دولار مره اخرى، مع ابتكار الولايات المتحده الامريكيه انها تصنع تضخم، ان في تضخم هيبتدي يحصل له صناعه يبقى لازم ارتفاع في الاسعار بالكامل. ده وجهه النظر كده ولازم الرؤيه تبقى كده اقتصاديه. ممتاز بشكرك. مضاربه رهيبه جدا. تمام. فانا بقول بس للمستثمرين بلاش النهارده نبتدي نفرد في اسهمنا، في ان شاء الله ارتفاع احنا قربنا له جدا، اتوقع في ارتداد يا اما جلسه النهارده يا اما جلسه يوم الاحد. شكرا ليك استاذ وائل النحاس المحلل المالي. شيء غريب جدا موضوع الاشاعات اللي بتنطلق على شخصيات أو على موضوعات ويتم بسبب هذه الشائعات إثارة موجة من البلبلة تؤدي لتراجع في مؤشرات البورصة أو بيع أسهم. أعتقد ده كلام ناس مش محترفة، كلام ناس ما عندهاش أي نوع من أنواع الفهم أو الدراية بحقيقة الأمور لما يدور على أرض الواقع في البلد، وأيضا حقيقة الأمور الاقتصادية. يعني مش أي حد كده يطلع يقول أي حاجة فنقوم يلا نبيع ويلا ده في أزمة، كلام مش منطقي. بشكركم شكرا جزيلا.